تحية لكم مشاهدي الأخبارية السورية أينما كنتم. هذه التغطية مستمرة لمخرجات حوار جنيف نسخته الرابعة وأبرز النقاط التي خرج بها. تابعنا قبل قليل المؤتمر الصحفي لرئيس وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري. من أبرز النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي للدكتور الجعفري، قال أهم إنجاز والاتفاق على جدول أعمال من أربع نقاط. تحدث أيضا الدكتور الجعفري وقال الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه هو مكافحة الإرهاب، ومع ذلك لم ننهي النقاش حوله. قد يكون أهم إنجاز قمنا به في هذه الجولة هو الاتفاق على جدول أعمال. جدول أعمال مؤلف من أربع نقاط رئيسية، وهي طبعا الحكم، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب. وهذه النقطة الأخيرة أو السلة الأخيرة كما يحلو للسيد ديمستورا أن يسميها، تم إدراجها بناء على طلبنا، وحظيت بدعم من كل الأطراف المشاركة باستثناء مجموعة ما يسمى بوفد الرياض. المهم أننا كما قلت لكم استطعنا أن نتفق في نهاية المطاف، وبعد 7 أيام من المحادثات المكثفة جدا مع الوسيط ومع الوفود الصديقة الأخرى المشاركة أيضا بصفة مراقب في جنيف، استطعنا أن نفرض جدول أعمال عقلاني متزن يخدم مصلحة الشعب السوري العليا. الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه أكثر من غيره بكثير، ويمكن أستطيع أن أقول أنه شغل حيز يعادل 80% من مناقشاتنا، هو موضوع مكافحة الإرهاب. مع ذلك لم ننهي النقاش حوله، لأنه أضحى كما قلت لكم سلة من السلات الرئيسية في جدول الأعمال، أو نقطة رئيسية من النقاط الأربعة الرئيسية في جدول الأعمال. سنستمر في إشباع هذا الموضوع بحثاً في الجولات القادمة. الدكتور الجعفري قال سبق وأن قدمنا في الجولة السابقة ورقة مبادئ أساسية، وقد استفاد منها المبعوث الخاص ومساعده، فأعد اللاورقة وستتم مناقشتها في ضوء تعديلاتنا. نحن سبق وأن قدمنا في الجولة السابقة للمبعوث الخاص ورقة مبادئ أساسية. ورقة مبادئ أساسية أسميناها المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا. هذه الورقة استفاد منها المبعوث الخاص، هو ومعاونه أو مستشاره أو مساعده البروفيسور نعومكين، فأعدا لا ورقة، هكذا يسمونها في اللغة الدبلوماسية، أعدا لا ورقة تتضمن 12 بندا مبنية بالأساس على الورقة التي كنا قد قدمناها للمبعوث الخاص في الجولة السابقة مع بعض التعديلات والتحديثات. وبدورنا نحن قدمنا تعديلات على هذه اللاورقة التي قدمها لنا البروفيسور نعومكين في هذه الجولة. ستتم مناقشة هذه اللاورقة في ضوء تعديلاتنا، طبعا هي تتضمن إذن أدخلنا عليها ملاحظات وتعديلات، وعد المبعوث الخاص بدراستها وبنقلها إلى الأطراف الأخرى. ومتابعة لهذه التطورات ينضم إلينا في استوديو جنيف الأستاذ نعيم أقبيق، الباحث في القانون الدولي الإنساني. أهلا بك أستاذ نعيم. أهلا وسهلا فيك بالأخوة المشاهدين. وبعد قليل مشاهدينا سوف نرصد آخر التطورات في الميدان والإنجاز الذي تحقق باستعادة مدينة تدمر التاريخية مع موفد الأخبارية السورية ربيع عديبة. فإذا سوف ينضم إلينا بعد قليل من مدينة تدمر التاريخية. أبدأ معك أستاذ نعيم، التوصل إلى جدول أعمال واضح وفي بند مكافحة الإرهاب بطلب من وفد الجمهورية العربية السورية، هل يمكن القول إنها بداية يمكن البناء عليها في الجولات اللاحقة بطبيعة الحال؟ يعني نتيجة هذه الجولة ممكن أن نقول بأنه وصلنا إلى نتائج مرضية وليست نتائج ناجحة. يعني دائما بالمباحثات أو بالحوار
بيحاول كل طرف أن يصل إلى النجاح بالنهاية، لكن هناك خطوات أولى نحو النجاح تكون بنتائج مرضية ترضي الطرف مبدئيا، ممكن أن نبني عليها جولات أخرى ومباحثات أخرى. موضوع الإرهاب الذي يصر وفد الدولة السورية وفد الجمهورية العربية السورية على إدراجه موضوع قانوني، لأنه نحن عندما نطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي صدرت بشكل متزامن وهي مع القرار، نقطة هامة جدا أريد أن أفصل بها بشكل موسع أستاذ نعيم ما يتعلق ببند مكافحة الإرهاب، بعد أن نتابع مع موفد الإخبارية السورية ربيع ديبة ونرصد الميدان معك ربيع. تحية لك ربيع. الكيوب ربيع ربيع رعد للعب. إذن سوف نكون مع ربيع، ربيع معنا مباشرة من تدمر لنرصد حجم الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري، ونرصد معه إذن ونتابع معه هذا الإنجاز. نعم ربيع. نعم تحية لك سناء في استديوهات الإخبارية السورية. نحن هنا في قلب مدينة تدمر، القلب النابض، قلب البادية السورية التي عاد النور إليها. من هنا من المسرح الأثري في المدينة عاد النور إلى مدينة تدمر، عاد البهاء والضياء. المدينة التي صدرت للإنسانية التاريخ والحضارة والإرث الثقافي اليوم عادت لتنبض بهمة حماية الجيش العربي السوري. معي محافظ حمص الأستاذ طلال البرازي أيضا ضيفا هنا، تحية لك ومبروك النصر ومبروك للجيش العربي السوري أولا وللدولة السورية، ومبروك لكم أهالي حمص. مبروك للشعب السوري هذا الانتصار. تحية لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل أن يحموا سوريا وأن تعود هذه المدينة إلى ألقها، مدينة الشمس. تحية لرجال الجيش العربي السوري المستمرون الآن من أجل تحرير المزيد من المناطق في محيط تدمر، سواء في محور تدمر السخنة أو في محور تدمر حقول الشاعر. اليوم نحن وبالأمس في هذه المدينة من أجل الوقوف على الأضرار التي تسببت فيها عمليات العصابات الإرهابية، عصابات داعش. واليوم نستطيع أن نقول بأننا سنبدأ مباشرة بالبدء بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والاتصالات. سيكون هناك حاجة لبعض الوقت، هناك دعم من الحكومة من أجل البدء مباشرة في إعادة تأهيل جميع الشبكات. جميع المعنيين بالخدمات الفنية والكهرباء والاتصالات والمياه وكل الجهات المعنية حتى الآثار والمتاحف موجودين اليوم في تدمر من أجل الوقوف على هذه الأضرار ووضع خطة تنفيذية للبدء بالعمل مباشرة. نحن اليوم في زيارة أيضا للمدينة الأثرية، وقد لمسنا أن هناك أضرار نسبيا كبيرة، لكن كما لاحظنا أن هناك فرح شعبي كبير، هناك مشاركات، هناك شباب أتوا إلى هذا المسرح ليحتفلوا بالنصر على طريقتهم من خلال العزف والموسيقى والغناء. هذه التظاهرة، هذه الاحتفالية العفوية التي تحدث الآن في كل أرجاء مدينة تدمر تعطي للعالم التأكيد على أن سوريا هي سوريا الحضارة، سوريا التاريخ، سوريا الثقافة، وتؤكد مقولة السيد الرئيس: ستبقى موسيقانا أقوى من رصاصهم، وستبقى ثقافتنا أقوى من إرهابهم. ونحن اليوم أبناء سوريا نؤكد للعالم بأن سوريا ستبقى سوريا الحضارة، سوريا التاريخ، سوريا الإنسان، سوريا الثقافة، وهؤلاء الدواعش والإرهابيين سيغادرون هذه المنطقة كما غادرها من قبلهم الكثير من الغزاة، وستبقى سوريا عزيزة كريمة حرة بجيشها وشعبها وقائدها. من المسرح الأثري حاول تنظيم داعش خلفنا، لو أبدأ نعم. معك نلتفت إلى هنا سيادة المحافظ. نعم. هذا المشهد، صدر الظلام
وهذا المشهد أيضا هنا يصدر النور. ما هي الرسالة التي توجهونها اليوم؟ رسالة السوريين دائما هي رسالة حضارة، رسالة نور، رسالة ثقافة. نحن نقول أننا بالنور ننتصر على الظلام، وبالثقافة ننتصر على الجهل، وبالإيمان ننتصر على الكفر. هذه هي سوريا، سوريا بشعبها وجيشها وقائدها ستبقى منتصرة إن شاء الله. يعني لو نعود بالذاكرة قليلا، التدمير الذي حصل في التتراليون وواجهة المسرح الروماني الأثري، لو بتحدث اليوم عن الترميم أو عملية الترميم، هل بدأ دراسات لموضوع معبد بيل ومعبد بعل شامين وأيضا التدمير في الواجهة؟ أنا أريد أن أؤكد أن وزارة الثقافة ومديرية آثار والمتاحف ومحافظة حمص لم تتوقف أبدا عن دراسة الترميم منذ التحرير الأول للمدينة تدمر، وهناك دراسات تشمل كل المنطقة الأثرية، وهناك أيضا اعتمادات أوجدتها وزارة الثقافة والحكومة، وهناك توجيهات عليا أيضا من أجل البدء مباشرة بإعادة ترميم آثار تدمر والحفاظ على الهوية الثقافية التاريخية لهذه المدينة. بل أكثر من ذلك، هناك ورشات عمل تعمل الآن من أجل إعادة تخطيط وتنظيم مدينة تدمر السكانية والتوسع بها وفق معايير تحاكي هذه الحضارة وتحاكي هذه الثقافة وتحافظ على الهوية التاريخية لهذه المدينة. موضوع عودة الأهالي، اليوم بدأت العودة السريعة، وابتداء بحفل موسيقي هنا، شباب وصبايا حمص أتوا برفقتكم لإحياء حفل عودة النور إلى تدمر. عودة الأهالي، هل من المقرر خلال فترة قريبة العودة؟ بالتأكيد هناك أمر أساسي، أن كتيبة الهندسة في الجيش العربي السوري تتابع عملياتها من أجل تطهير هذه المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الدواعش في هذه المنطقة، وهناك جهود بدأت من اليوم من أجل البدء بعملية إعادة الخدمات الأساسية والمياه والكهرباء. أعتقد بأننا خلال أسابيع قليلة قادمة سنبدأ بعودة الأهالي إلى هذه المدينة. هذا الحضور اليوم من بعض الأهالي أو من بعض المشاركين من الفعاليات الاجتماعية هو حضور عفوي، نحن فوجئنا به عندما وصلنا ولمسنا على الطريق بأن هناك حافلات تقل بعض الراغبين بأن يأتوا إلى هنا ويعلنوا فرحهم وانتصارهم وتحيتهم للجيش العربي السوري من هذا الموقع. هذه المدينة التاريخية ستبقى عنوان كبير وعريض لانتصارات الجيش العربي السوري، وسيكون بعدها المزيد من الانتصارات إن شاء الله. سؤال أخير، الآن مشهد دخول، لو نرى بعدسة الكاميرا الجيش الروسي والجيش العربي السوري، مشهد هذا التلاحم. نعم، هذا التحالف القوات الروسية مع الجيش العربي السوري كانوا شركاء بهذا الانتصار، وسنبقى مع حلف وأصدقائنا شركاء بهذا الانتصار. ونحن بهذه المناسبة أيضا نوجه تحية لبواسل الجيش العربي السوري، وتحية للخبراء الروس وللقيادات الروسية التي تعمل جنبا إلى جنب إلى جانب الجيش العربي السوري من أجل معركة الحق في وجه الباطل، من أجل تحرير سوريا من الإرهاب. أستاذ طلال برازي، شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. طبعا سناء، أيضا سأنتقل، وبمناسبة الحديث عن عودة الحياة إلى مدينة تدمر الأثرية، سأنتقل أيضا إلى الضيوف الذين أتوا هنا لإحياء الحفل الموسيقي. شباب حمص، مرحبا. أهلا وسهلا. إحنا على هوا الإخبارية السورية اليوم، مبادرة جميلة منكم، إحياء حفل موسيقي، جايبين معداتكم وجايين شباب من حمص. ما من حمص. طيب، شو حابين اليوم، شو الرسالة برأيك بعد تحرير مدينة تدمر، شو الرسالة اللي بتوصلها الموسيقى للعالم؟ هلأ كل بني آدم، يعني كل شخص بدافع عن وطنه بطريقته. نحن بطريقتنا مندافع عن الوطن بعلمنا، وكموسيقيين مندافع بموسيقانا عن الوطن. يعني نحن مقدم موسيقى، الموسيقى هي الروح، ومثل ما بيقول لك مثل، ابقى حيث الغناء فالأشرار لا يغنون. الأشرار فقط يوردون الظلام أو يصدرون الظلام. نعم أكيد، ما بيقدروا على الموسيقى اليوم. وقت عم تشوف الواجهة، واجهة المسرح، يمكن أحييتوا حفلات قبل مرة أو جيتوا على تدمر، شو شعورك اليوم وقت عم تشوف هذا المشهد اللي هو دمار جزئي؟ طبعا محل ما كنت أحييت حفلة السنة الماضية أو السنة اللي قبلها.
هلا شعور ما بنوصف، ما فيك توصف هيك، ما فيني اوصف لك اياه. يعني الغناء راح يوصل الرساله برايك؟ اكيد ان شاء الله. انت عازف شو؟ ايقاع. ايقاع. مرحبا. هلا هلا هلا. كمان من الشباب اللي اتيتوا متطوعين لمدينه تدمر لاحياء الحفله. عوده الحياه الى المسرح الروماني ماذا تعني؟ بتعني كثير شغلات. هلا اول شيء بتدب فيك روح حماس مو طبيعي، هي اول شيء. ثاني شيء انت لما بدك تجي لهون وبدك تغني وكذا وتوقف بين رفقاتك وبين ناس صار لك زمان وشايفها مبسوطه، فهي لحالها فخر، عرفت كيف؟ وجايين لهون نحن عرفانين انا والشباب شو بدنا نعمل، عرفت كيف؟ فهون يعني ليك مثل ما انك شايف الكل مبسوط، الكل حاسس بامان مع بعضه، حاسس سوريا رجعت مثل ما كانت باذن الله، وان شاء الله بدها ترجع سوريا كلها مو بس حمص. شو المعزوفه اللي حابين تسمعونا اياها هلا؟ اول شيء موطني. لو دقيقة موطني. يلا موطني. يلا يلا هذا. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والرباء في هواك في هواك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما، سالما مناما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السمك تبلغ السمك. موطني موطني لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد. موطني موطني. يسلم هالتم يسلم هالتم وشكرا. طبعا هذه هي البهجة التي عادت إلى مسرح تدمر الأثري. تشاهدون معي الآن فرق إحدى فرق الكشافة أيضا التي دخلت الآن إلى المسرح الروماني الأثري الذي عاد ينبض من جديد بالحياة. فرق تطوعية تتحضر لحفل موسيقي بعد قليل سيبدأ. الجيش العربي السوري والقوات الخاصة الروسية ووحدة خاصة من الجيش السوري الروسي هي متواجدة هنا في مشهد تلاحم يدل على صداقة الشعبين السوري والروسي وعلى كل من وقف إلى جانب سوريا والجيش والشعب السوري في هذه الحرب الإرهابية. ترين في العمق اليوم فوق الخراب والدمار سناء، ومكان الدمار والمنصة التي ذبح عليها ثلة من شهداء الجيش العربي السوري والمواطنين قبل تدميرها في الليلة التي سبقت تدمير التتراليون الأسري أو الواجهة واجهة المسرح. تجدين نساء شباب وصبايا، عادت الحياة من فوق الركام، عادت الحياة. هناك تحضيرات أيضا إلى اليسار قليلا من قبل الفرقة، فرقة من المتطوعين الشباب، يعني
إحياء حفلة تذكارية هنا في مدينة في المسرح الروماني. إضافة إلى ذلك هنا تتواجد وفود إعلامية أجنبية أتت من دمشق قبل قليل بوفود إعلامية غربية، وأيضا الوفد الإعلامي المرافق لنا، وحدات خاصة من الشرطة، وحدات من الدفاع الشعبي، وحدات من الجيش العربي السوري، من الشرطة المدنية، من الشعب السوري، نساء وشباب وصبايا ومتطوعين، الكل هنا يمثل لحمة الشعب السوري. نعم، عاد مسرح تدمر الأثري لينبض من جديد. هم يصدرون الظلام عبر أداتهم داعش إلى سوريا، وسوريا قبل الميلاد وبعد الميلاد ومنذ بداية الأزمة وحتى اللحظة يصدرون النور إلى العالم. نعم، إليك سناء. شكرك جزيل، شكر موفد الإخبارية السورية ربيع ديبة. إذا تابعنا معك في الصورة عودة الحياة إلى مدينة تدمر، هذه المدينة العريقة التاريخية، انتصار للحياة، انتصار لثقافة الحياة، انتصار للتاريخ والحضارة. أستاذ نعيم، حجم هذا الإنجاز وشاهدنا في الصورة كيف عودة الحياة لتنبض من جديد في المدينة الأثرية لتدمر بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة العريقة. يعني هي تطور رائع جدا، تطور ميداني كبير حققه الجيش العربي السوري بهذا الإنجاز. أنا منذ اللحظات الأولى عندما يعني سمعت بأن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم داعش التي هي هناك قرار دولي باعتبارها منظمة إرهابية دولية دخلت إلى تدمر للمرة الثانية، كنت أطمئن أصدقائي بأن الجيش العربي السوري سيستعيد هذه النقطة الهامة في البادية السورية. طبعا هذا النصر حققوا بواسل الجيش العربي السوري مع خبراء وأصدقاء لنا ساعدونا، لكن الجهد الكبير هو للجيش العربي السوري، وهذا فعلا هو هدية لأرواح كل شهداء سوريا، وهدية لكل أم وكل أب وكل ابن وكل أخ وكل خال وكل عم لشهيد، أن الجيش العربي السوري ما بيتخلى عن دماء أبنائهم اللي انبذلت في سبيل تحرير الأرض السورية وتطهيرها من ريس الإرهاب. وفعلا هو اليوم تاريخي، يعني حققه الجيش العربي السوري، استطاع أن يغير المسألة الدولية كلها، المنقلة اليوم خاصة بالدول التي هي داعمة للإرهاب والتي تستثمر بالإرهاب. يعني صمود الجيش وقدرة الجيش وعطاءاته الكبيرة التي يبذلها بعد 6 سنوات بنفس الطاقة، بنفس الحيوية، بنفس الخطط العسكرية الجديدة والتكتيك العسكري الجديد الذي سيدرس في المستقبل، هذه الخطط التي دعها القادة في الجيش العربي السوري قد يستعينوا بخبراء، لكن الفضل هو لأفراد الجيش العربي السوري، ضباط وصف ضباط وعناصر بأي مكان كانوا على بقعة من تراب الجمهورية العربية السورية، كلهم عم يبذلوا جهد اليوم. يعني التحية ليس فقط لمن دخل إلى تدمر، إلى أولئك المقاتلين الأبطال في شمال سوريا وفي جنوبها، حتى الشباب الذين يحرسون المدن ويقفون على حواجز طالما يطبقون القانون ويحترمون كرامة المواطن، أيضا هؤلاء الأشخاص يوجه لهم تحية في مثل هذا اليوم الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري الانتصار. وبطبيعة الحال هذه الإنجازات الاستراتيجية، الإنجازات المتتالية، سوف يكون لها انعكاساتها السياسية وانعكاساتها على المحادثات في جنيف في جولتها المقبلة. بالعودة للحديث عن محادثات جنيف التي اختتمت بالأمس، أهمية الخروج بوضع بند مكافحة الإرهاب في مقدمة الملفات الأخرى سنعين. يعني هو وضع كما سماها المبعوث الدولي سلة رابعة متزامنة بالنقاش مع السلات البقية، يجب أن تكون لها الأولوية. أنا أقول دائما أن هناك ما نسميه بالقانون الدولي وحدة القرار الدولي، يعني أنا لا يمكن أن أخذ القرار 2254 دون أن أدرس القرار 2253 و2170 و2175 و2178 و2199 و2191، حتى يجب أن أعود إلى القرار 1373 اللي صدر عام 2001 بأحداث 11 أيلول، كلها تنص على مكافحة الإرهاب. اليوم الوفد السوري، وفد الجمهورية العربية السورية، ليس فقط يدافع عن الشعب السوري وعن سلامة سوريا، بل هو يدافع أيضا عن المنظمة الدولية. يعني هو اليوم عندما يطالب بإدخال بند الإرهاب كبند أولي إعمالا للقرار الدولي، عندما لم يأتي ذكر بال2254 على بند الإرهاب، لأن هناك مجموعة كبيرة جدا من القرارات الدولية التي ذكرتها وهناك غيرها، يعني حتى لا أتعب الأخوة المشاهدين، حتى بال2235 ماذا نص هذه القرارات كلها
تعطي التزام على جميع دول العالم بمكافحة الإرهاب. فبالتالي هم يعني خاصة منصة الرياض التي رفضت إدراج من مكافحة السبب الإرهاب. واضح تماما، لأن هناك من يستثمر بالإرهاب، هناك من يمول. يعني أنا دائما في سؤال أسأله دائما عن أي منصة، من يمول؟ هل هناك اشتراكات لأعضائها؟ يعني يذهبون إلى جنيف، ومن يدفع أجرة الفنادق؟ من يدفع ثمن بطاقات الطائرة؟ هذا سؤال لازم يعني كل مواطن عم يسأل نفسه السؤال، إن هالأشخاص هدول مين عم يمولهم؟ إذن عم ينفذوا أجندة، إذن هم تابعين ليسوا أصحاب قرار. اليوم أنا أسمع يعني بعض الآراء الإيجابية من منصة القاهرة ومنصة موسكو أفضل من منصة الرياض. منصة الرياض واضحة تماما، خاصة أن هذه المنصة فيها بعض الإرهابيين الذين مارسوا الإرهاب. وسعادة السفير السوري أبرز للمبعوث الدولي صور لهؤلاء الأشخاص الموجودين بوفد الرياض، يعني وثائق تثبت بأن هؤلاء هم إرهابيين، ليسوا جميعا هم سياسيين، هناك بينهم من هو إرهابي. أنا يعني المبعوث الدولي تنتهي ولايته بشهر آذار، هو مارس ترجي وليس ضغط. يعني للأسف يعني أنا المتابع لهذا الموضوع، هو مارس ترجي وليس ضغط على وفد الرياض لإدخال هذه البند أو ما سماه بالسلة الرابعة. المفروض من وجهة نظر القانون الدولي أن يبحث، أول ما يبحث هو بموضوع الإرهاب، لأن كيف أنا تريد مني أن أجري انتخابات كما جاء بالقرار 2254 وهناك تنظيمات إرهابية جانب المدن؟ كيف تريد من مواطني السوري أن يذهب إلى صندوق الاقتراع الذي هو الفاصل بيني وبينهم؟ يعني الحكم ما بين الدولة دائما والمعارضة هو صناديق الاقتراع. كيف تريد مني أن يذهب مواطن وهو خارج بيته وهو في مأوى وهناك قذائف هاون تتساقط عليه وعلى المراكز الانتخابية؟ إذن يجب أن يكون الأولوية لطرح موضوع كيف سنحارب الإرهاب. هناك قرارات دولية، هناك جداول دولية بالتنظيمات الإرهابية، هذه التنظيمات الإرهابية تعمل على الأرض السورية، يعني موجودة كلها متواجدة اليوم، هي وتوابعها وعناصرها، وتمول من دول تستثمر كما أقول دائما بالإرهاب. يجب أن يكون هناك اتفاق، إذا كان معارض فعلا هو معارض سياسي يريد الخير لسوريا، يجب أن نطرح موضوع الإرهاب أول شيء، كيف سنحارب الإرهاب، ثم نتفق على الحكومة الوحدة الوطنية التي جاء القرار 2254 بأن حكم ذا مصداقية يشمل الجميع، لا يقوم على الطائفية، وليس كما يقولون هم بأنها حكومة انتقالية. الحكومة الانتقالية جاء ذكرها ببيان جنيف وأكد عليها القرار 2118، لكن بعد بيان جنيف كان هناك لقاءين في فيينا وهناك نقاط تم التوافق عليها في هو بيان فيينا ب30/10 وبيان فيينا ب14/11. إذن هذا العمل القانوني المتكامل نأخذ فيه. طلع القرار 2254 ذكر كل اللقاءات وكل البيانات السابقة واعتبرها هي البوصلة للحل السياسي في سوريا. لكن ارجع انا اتمسك اليوم بالنص القديم، عندما نظم بنص جديد بال2254 بيان جنيف اصبح النص تبع ال2254 هو الساري، هذا ما نسميه تنازع القوانين، وحدة القرارات الدولية. فبالتالي اليوم انا لا اختلف مع الوفد السوري ولا مع الدولة السورية، نحن فعلا تماما جدول أعمالنا هو 2254. 2254 مرتبط بال2253. إذن يجب تطبيق القرارات الدولية كما جاءت بحرفيتها. اليوم القرار 2254 عندما يتكلم عن حكم ذا مصداقية لم يكن حكومة انتقالية، يعني كلمة انتقالية هذه انتهت، هي إلى الآن بسمع من وفد الرياض يتمسك بحكومة انتقالية. طيب أرى القرار 2254 يبدو ما بيعرفوا شو عم يتكلموا، بيرجع بيقول نحن دستورنا 2254. طيب يا أخي هاي 2254 أنا جايب لك يا معي، ليك أرى لك يا حرفيا 2254 واضح تماما بالفقرة 4 واضح تماما بالفقرة 1 اللي تؤكد على بياني فيينا. بدك تاخذ بياني فيينا وتاخذ بيان جنيف وتاخذ ال 2254 وتطبق القرارات الدوليه حتى اقبل فيك انا. نعم، اريد ان انقل النقطه التي ذكرتها حول موضوع مكافحه الارهاب الى ضيفنا الذي انضم الينا عبر خدمه سكايب من موسكو، الدكتور نزار البوش الخبير بالشان الروسي. تحيه لك دكتور نزار، اهلا بك.
تحية لك ولضيفك الكريم. بالنظر إلى مخرجات حوار جنيف النسخة الرابعة، أهمية وضع بند مكافحة الإرهاب على جدول الأعمال وأهمية الخروج أساسا بجدول أعمال للبناء عليه في الجولات اللاحقة دكتور نزار؟ أولا دعيني يعني أترحم على شهداء الجيش السوري ومبروك للشعب السوري والجيش السوري والحلفاء الذين حرروا معنا تدمر وشاركوا في تحرير تدمر. ثانيا يعني بالنسبة لجنيف، وأولا روسيا، أنا أتحدث من روسيا، طالما أتحدث من روسيا أقول لكم أن أولوية السياسة الروسية هي محاربة الإرهاب إن كان في جنيف أو في أستنا أو على الأرض السورية، فلا يمكن التراجع عن هذا البند على الإطلاق. أما من أجل ما حصل، ما هي نتائج، أنا أتحدث ما هي نتائج جنيف أربعة الآن، راح أقول لكم ما هي نتائج جنيف أربعة. نتائج جنيف أربعة هي تحرير تدمر، نتائج جنيف أربعة هي تحرير وادي بردة، نتائج جنيف أربعة هي تحرير سرقاية، نتائج جنيف أربعة هي الآن المعارك التي يخوضها الجيش السوري ويلاحق الإرهابيين في غرب حلب. هذه هي معارك، هذه نتائج جنيف أربعة، وسوف يبقى الجيش السوري والحلفاء والطرف الروسي الحليف في محاربة الإرهاب مستمرين إلى آخر يعني دقيقة في محاربة الإرهاب وتفويض الأرض السورية. هذا أمر لا يمكن التراجع عنه لا من قبل روسيا ولا من قبل القيادة السورية ولا الحلفاء، لأنه لا يمكن التعويل على أي عمل سياسي بدون تفطير الأرض من هؤلاء الإرهابيين الدمويين الوحشيين الذين الآن. وبالمناسبة راح يعني أعود إليك بأمر مهم أيضا جدا، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لوفد الرياض ولوفود المعارضة، طبعا المتزمتين، نحن نقول المتزمتين وخاصة وفد الرياض والمسلحين، أن لا يعملوا أو لا يتعاونوا مع روسيا. بالمناسبة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تريد، تصور لا تريد التعاون مع روسيا في محاربة داعش. يعني تصريحات ترامب الذي صرحها وقالها خلال حملته الانتخابية محاها بشخطة قلم مثل ما بيقولوا الآن، وانتهى بشخطة عفوا بمحاية صغيرة وانتهى الأمر خالص، والآن لا تريد الولايات المتحدة التعامل مع روسيا والتعاون مع روسيا في محاربة الإرهاب. وهذا ضوء أخضر لوفود ما تسمى المعارضة، وأنا أخص طبعا المسلحين وأخص وفد الرياض أن يستمروا في حربهم ضد الجيش السوري وليس ضد الإرهاب. فمن يريد أن يدخل ويجلس على طاولة جنيف وطاولة أستنا عليه أن ينضم إلى محاربة الإرهاب ويعلن محاربة جبهة النصرة وداعش علنا من هذه المنصة، من منصة أستنا ومنصة جنيف، يعني من طاولة جنيف ومن طاولة أستنا، عندها يمكن الحديث معه في العمل السياسي والانتخابات إلى ما هنالك. عدا ذلك أعتقد الحل سوف يكون في يد الجيش السوري والحلفاء والطيران. كيف يمكن التوصل إلى ذلك دكتور نزار، إن كان هذه المنصة التي نتحدث عنها وفد الرياض بالأحرى رفضت إدراج بند مكافحة الإرهاب؟ نعم، كنت تقول يجب القبول بمناقشة وإدراج بند مكافحة الإرهاب، ولكن منصة الرياض رفضت إدراج بند مكافحة الإرهاب. هذا الذي أقوله، أنها أخذت الضوء الأخضر، يعني المتحدثين باسم منصة الرياض يتحدثون لحظة بلحظة مع واشنطن ولحظة بلحظة مع الرياض، وأعطوهم الضوء الأخضر أن لا يتعاونوا في محاربة الإرهاب ويرفضون محاربة الإرهاب، حتى رفضوا استنكار العملية الإرهابية الوحشية التي حصلت في حمص، رفضوها. إذن هم أدوات إرهابية أرسلتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل سعودي من أجل يعني المفاوضة. طبعا هنا يتساءل السوريون، يتساءل كثير من السوريون، يا أخي لماذا نحن نتحدث ونجلس وجها لوجه مع هؤلاء الإرهابيين؟
أنا أقول لا أقول للأخوة السوريين الشعب السوري نعم يجب أن ننتصر على أنفسنا ونجلس مع أي إنسان حتى مع الإرهابي من أجل تخليص الشعب السوري من هذا الإرهابي الذي نجلس معه. هذه هي الحقيقة، هذا الذي يجب أن نوصله للشعب السوري. يعني هناك تساؤلات كثيرة كما نقول وهناك يعني انتقادات، يا أخي هذول هو إرهابيين نحن نجلس معهم، هذول قتلوا، نعم نجلس معهم ويجب لا مشكلة، أنا أعتقد لا مشكلة في ذلك إذا استطعنا أن نحقق نصرا سياسيا وعسكريا على هؤلاء. نعم سوف نتابع هذه الجلسات طبعا. نعم سوف نتابع مع ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري، وفي رد على سؤال لموفد الإخبارية السورية وكان السؤال هو ما المطلوب كي يتحقق حوار مباشر في جنيف، قال الدكتور الجعفري المطلوب هو أن يكون لدينا شريك وطني. يا خلف الإخبارية السورية، ما المطلوب دكتور حتى ما المطلوب أن يتحقق حتى يكون هناك فعلا حوار مباشر بينكم وبين المنصات الأخرى؟ يعني هذا السؤال يلخص كل قصة جنيف. المطلوب أولا أن يكون لدينا شريك وطني، ليس شريك سعودي ولا شريك قطري ولا شريك تركي ولا شريك فرنسي، المطلوب أن يكون لدينا شريك. يعني أعطيك، ليش ذكرت كلمة فرنسي بين قوسين يعني فقط، أنا بالأمس عندما صحوت من النوم فتحت التلفزيون واستمعت إلى نشرة الأخبار في قناة فرانس 24 فرنسا 24 وباللغة الفرنسية التي أفهمها وأتقنها، قالت الصحفية الإعلامية التي تقدم يعني نشرة الأخبار، قالت بالفرنسي باللغة الفرنسية لارمي سيريان أغوبخي لافيل دو بالمير أو جيهاديست، يعني بالعربي الفصيح أن لارمي دو ريجيم سيريان، جيش النظام السوري استعاد مدينة تدمر من الجهاديين، داعش اسمها لدى الفرنسيين الإعلام الفرنسي جهاديين، فرنسا دولة دائمة في مجلس الأمن، شاركت في وضع 8 قرارات عن مكافحة الإرهاب، 8 قرارات حول سوريا فقط والعراق، لكن في 13 قرار لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب اعتمدتهم فرنسا مع بقية الدول. هذه الدول عجيبة، تسمي نفسها دول دائمة العضوية، توقع على قرارات ولا تفهم هذه القرارات ولا تلتزم فيها، وتزورها علنا وتسمي داعش جهاديين، هذه فضيحة. قلنا هذا الكلام للمبعوث الخاص بالأمس. المطلوب إذن شريك وطني، معارض وطني، معارض لا يعمل وفق أجندات خارجية، لا يستنجد بإسرائيل، لا يستنجد بتركيا، لا يعمل لصالح أجندات استخباراتية قطرية وسعودية وأردنية وإسرائيلية إلى آخره. هذا أول شرط. الشرط الثاني هو أن يكون لدينا معارضات تتفق على أجندة مشتركة لشيء اسمه معارضة. يعني نحن عنا اليوم 4-5 منصات بتسمي حالها كلها معارضات. طيب نحن كيف بدنا نتفاهم مع هذه المعارضات منصة منصة؟ بياخذ معنا يمكن 300 سنة. بضل الأجواء اللي شايفينها والقوى والمشغلين والسياسات المشغلين لهذه المنصات. لذلك قلنا نحن دائما ونقول باستمرار نريد أن نفاوض وفدا واحدا لهذه المعارضات بيتفقوا على الأجندة وبيعدوا معنا في ضوء جدول الأعمال اللي اتفقنا عليه وبنقعد بنحكي. هل بالإمكان أستاذ نعيم أن نشهد في الجولة المقبلة وجود مثل هذا الوفد الواحد للمعارضات في ظل اختلاف الأولويات فيما بينها، وجود رؤى مختلفة بين هذه المعارضات، وأيضا كل منصة من هذه المنصات بطبيعة الحال تتبع لجهة؟ هو للأسف أنه بدك تشوف المناخ الدولي. نعم. إذا المناخ الدولي كان عم يصير توافق وحوار ما بين دول متعددة لاعبة إقليمية ولاعبة بالملف السوري حتنعكس على تابعيهم، لكن للأسف أنه وفود المعارضات ما عندها ورقة عمل مشتركة، يعني لم تلتقي مع بعضها وتوحد موقفها وتضع ورقة عمل، أنت جاي تتباحث معي، جاي تحاورني، أنا لا أقول مفاوضات مع دول مع كيانات معترف فيها، المفاوضات يشترط فيها الندية والقوة،
والأوراق التفاوضية، اللي أنا ما بلحش ورائي التفاوضية دفعة واحدة، كيف عم نتدرج بالبرنامج فكرة فكرة، ما بلحش ورائي، بعطي الفكرة، بعطي الورقة اللي لازم اطرحها، بطرحها بهالجلسة، بطرحها بجلسة تانية، بجوز خبي، يكون عندي قوة، عندي ثقة، عندي معلومات سرية لدولتي بحتفظ فيها، هديك مفاوضات. انت جاي على طاولة حوار، انت عم تقول نحن سوري مع سوري، هذا الكلام إلى الآن أنا متفق معك عليه. أنت سوري، إذا بده يكون عندك ورقة عمل جاي تناقش الدولة السورية، أنت عم تدعي أنك أنت معارض، إذا معارض عندك ورقة عمل. طيب أنا شلون بدي أفهم منصة القاهرة شو بدها، منصة موسكو شو بدها، منصة الرياض شو بدها؟ في قوى معارضة كتير للأسف، نحن عنا معارضين وليس عنا حركات معارضة. يعني سوريا لو كانت هدول أحزاب عندهم برامج بيجتمعوا مع بعضهم بيصلوا لتوافق، بيجوا لوفد الدولة النظامية اللي عم يتعامل بشكل قانوني وبشكل نظامي ودستوري ودولي، يعني ليس فقط دستوري، ها دستوري ودولي، يعني يتلقى التعليمات من وزارة الخارجية ومن القيادة السياسية بينفذها. في دائما بجلسات المباحثات بيكون في سرية. أنا بستغرب من المعارضات، كل معارضة بتطلع بتحكي شكل. طيب ماشي، أنا كالوفد السوري بتلاحظ كل الأخوة المشاهدين والمواطنين السوريين ما بيتكلم غير رئيس الوفد. طيب أنا هون عندي كذا وفد، مع مين بده يطلع يتكلم؟ في شيء اسمه سرية دائما بتكون بعمل المباحثات والحوار والمفاوضات، مو أي عضو بالوفد بيطلع بيتنطح بوقف قدام الكاميرات وبيحكي. أنتوا عندكم كذا منصة، أنا عم برجع بقول لهم دائما إذا أنتوا سوريين حريصين على سوريا، تخلوا عن الأجندات، تخلوا عن الأجندات اللي عم بتمولكم، اتركوا هالأفكار تبع هالدول، لكم فكروا ببلدكم بقى حاجة. يعني هاي الفرص اللي عم تجيكم اليوم فرص رائعة. الجيش العربي السوري لن ينتظركم كثيرا، الجيش العربي السوري عنده قوة على الأرض، عنده تطورات ميدانية هائلة، السبب بيفرق عنهم كتير أنه عنده إيمان بوطنه، عنده إيمان بأهله. يعني شبابنا اللي استشهدوا من الجيش العربي السوري ومن اللي ماتوا غدر بقذائف بأي طريقة بيموت فيها غدر، هدول شهداء، هدول الشهداء ما حنقدمهم ببلاش، ما حنجي نعطيكم الجاكيت ونقولكم تفضلوا تعوا خذوا الحكومة الله يعطيكم العافية بعد اللي عملتوه. على شو؟ أنا برجع بقولك دائما نحن الشعب السوري في حد فاصل بيننا وبين أي إنسان سياسي هو صندوق الاقتراع. بكرة شرف على صناديق الاقتراع، بس تخلى عن أجنداتك، اترك هالدول هي لأنه عم تدور على مصالحها. رجعوا درسوا موضوع الغاز واللي صار بالشرق الأوسط وبالعالم شان الطاقة النظيفة، درسوا اتفاقية الكويوتو، شوفوا ليش دبليو بوش شو حكى، شوفوا آل جور شو حكى عليها، شوفوا شلون الصراع صاير بين الدول شان تمديد أنابيب الغاز. يعني يعني بس معارضات، والله إسقاط النظام، بيعرفوا شو معنات كلمة إسقاط النظام؟ يعني إسقاط النظام هي كلمة مو صحيحة بالقانون الدولي. إسقاط النظام يعني مسح الحدود ومسح المؤسسات وإعادة، مثل ما عمل بليمر بالعراق، هذا اسمه إسقاط النظام. أنت بدك تسقط حكومة إذا كنت معارض، إذا ما بتعرف شغلك كمعارض. أنا بدي أعلمك يا، أنا ما بدلك، أنا مواطن سوري، أنت حرقت قلبي من كتر ما تمططكم. يعني هذا السبب عم يدفع حقه أولادنا، عم يدفع حقه أولادنا، دمنا، إخواتنا. يعني انت كتير الواحد قديش بتضايق، اكيد بفرح للشهيد انه ارتقى لرب العالمين والله يحسبهم شهداء كلهم، بس قديش تتألمي وقت تشوفي امه وتشوفي اولاده، يعني قديش في حزن يطلع يشوفوا مدارس ابناء الشهداء ويشوفوا اولاد الشهداء. اذا انتم سوريين فعلا، سوريين اولاد سوريا وعم تروحوا على جنيف، روحوا على حسابكم اول شيء، روحوا لا تروحوا على حساب حدا، روحوا على حسابكم عشان تكون مستقل، تكون حر بحكيك برايك، فكر ببلدك، لا تفكر بالدول شو لها مصالح. لكن سوري مشاريع الغاز هدول تبعهم، بس درسوهم، تركوا لي اياهم هنن وصراعاتهم الدوليه، فكروا ببلدكم، فكروا كيف كانت ماشيه سوريا بالعشر سنين الاخرانيات، التنميه شو حققنا بالتنميه، شوفوا وين رجعتونا، شوفوا التعليم عنا شو ساويتوا فينا، فرحانين فينا اولاد سوريا باوروبا على ابواب الدول عم يتوقفوا، فرحانين انهم بهالمنظر هذا، سعداء عم يحققوا الغايه لاوروبا، بيجيبوا لهم جيل صغير، بياخذوا لنا علمائنا واطبائنا ومهندسينا ومثقفينا، فرحانين انتم بهالنتائج الايجابيه؟ شو عملت لكم سوريا؟ بالعكس، سوريا حضنتكم وعلمتكم بالمجان، ساوبتكم ظلم، ساوبتكم ظلم، كلياتنا درسنا حساب الدوله. يعني نحن ما كان في جامعات خاصه، درسنا حساب الدوله السوريه. انا بكافئ دولتي اليوم، اذا في من اخطا بنحاسبه، اذا في فساد بننظف بلدنا، بنحط ايدنا بايد بعض، تعالوا نبني بلدنا مع بعضنا البعض. اتركوا لي جنيف بقى، يعني حتى هلا مفروض نخلص من هالفكره، تعالوا لدمشق
خذوا ضمانات دولية وتعالوا نتفاهم مع بعضنا البعض وانهي المشكلة. دكتور نزار، فيما يتعلق بالجولة المقبلة، هل ستشهد هذه الجولة دعوات، اختلاف في الدعوات للمعارضات، وبالتالي دعوة من تم استبعادهم في الجولة الماضية ومن بينهم الأكراد؟ الآتية سوف تكون معقدة أكثر بكثير من هذه الجولة الرابعة بكل تأكيد. فالسياسة الأمريكية الآن تغيرت يعني، وأصبحت تصرح بنقيض ما كانت ما صرح به ترامب. وأيضا أعتقد أن هناك السعودية تضخ أموال أكثر بالإضافة إلى قطر بالإضافة، ولكن هنا فقط يمكن أن ننوه إلى أمر فقط يعني مهم، وهو أن تركيا ربما لن تستطيع أن تتصرف كما يحلو لها، كما أقول يحلو لها، لأن الفيتو الروسي على الترك أو على الأتراك قوي جدا، وخاصة في الشمال السوري، ولن يترك الأتراك يتصرفون كما يريدون في الشمال السوري، وخاصة في إعزاز والباب وما بعد الباب. هنا فقط يمكن أن تتغير. أما بالنسبة لتمثيل الكرد، فروسيا بكل تأكيد تصر وتؤكد على تمثيل الكرد السوريين، الكرد السوريين الوطنيين طبعا، الذين يريدون وحدة الشعب السوري، الذين يريدون وحدة الأراضي السورية. وأعتقد أن الأمر هذا مهم جدا يعني، ليس من الخطأ أن نمهل أو نهمل عفوا شريحة كبيرة جيدة من الشعب السوري شاركت في نضالات الشعب السوري على مدى التاريخ. فهنا تصر روسيا بكل تأكيد وترفض تركيا، ولكن أعتقد أن تركيا سوف تفشل في رفض هذا، ولكن أقول وأعيد وأقول أنها يعني المحادثات الآتية في جنيف 5 سوف تكون أكثر تعقيدا بكل تأكيد، لأنه لن تستطيع المعارضات أو وجود معارضة أن توحد نفسها في يعني وفد واحد فقط، بالإضافة إلى الخلافات والاختلافات فيما بينها، حتى أنها يعني تعرفون أن أنا أطلع على إعلامها ومواقعها تشتم بعضها البعض. إضافة إلى ذلك أن حتى المسلحين داخل الأراضي السورية، وأنتم تعرفون وخاصة الآن في إدلب، يتقاتلون ويعني يهاجمون بعضهم البعض من أجل السلاح، من أجل المال، من أجل السيطرة، يهجرون الناس. وهناك تعرفون أيضا في كثير من القرى الإدلبية أو بالأحرى الريف الإدلبي قاموا بمظاهرات ضد المسلحين ونادوا بولائهم للدولة السورية. هذا يعني لم يبقى سرا، ولكن هناك تعتيم إعلامي على ذلك. هناك الآن انتفاضات في الريف الإدلبي من أجل عودة الدولة إلى الريف، لأنهم ملوا ومقتوا وتعبوا من هذا الإرهاب المسلح الذي يقودهم إلى الهاوية، الذي يقتل أبنائهم، الذي يتاجر بأموالهم، يحصد ويحرق يعني مواسمهم يعني هنا. ولكن أريد أن أنوه أيضا إلى أمر مهم مع الأستاذ أو الدكتور نعيم عندما قال يعني يجب أن تتخلص هذه المعارضات من الأجندة الخارجية. يا أستاذ نعيم، يا دكتور نعيم، هذه المعارضات لن تتخلص من الأجندة الخارجية لسبب واحد، أن هذه المعارضات بكل تأكيد وأقولها وأجزم أنه لا يهمها مستقبل سوريا، يهمها جيبها. فإذا تخلصت من الأجندات فكيف سوف تعيش في فنادق 5 نجوم، وكيف سوف تشتري الشقق الفخمة في هذه الدولة أو تلك، وكيف سوف تقبض الفلوس أو المصاري، عرفت علي؟ فأعتقد أنها لن تتخلص ولا يهمها بكل تأكيد، للأسف طبعا نقول للأسف. نحن نتمنى أن نضع يدنا بيد أي معارض سوري يعني، وأنوه وأقول من عبر شاشتكم الإخبارية التي أحترمها أني شخصيا كنت معارضا قبل هذه المعارضة منذ أكثر من 20 سنة، وحاربنا الفساد وتعرضنا إلى مضايقات، ولكن لا يمكن لي
لأنني لم أحب هذا الرئيس أو ذاك، لأنني لم أحب أو لم أرضى عن هذا الوزير أو ذاك، أن أبرر لنفسي وأمسك عصا ضد أهل بلدي، ضد مؤسسات بلدي، ضد مؤسسات الدولة. المعارض أو المعارضة، يعني نقولها ونعود ونقولها، المعارضة شيء سليم وصحي في أي مجتمع من المجتمعات. المعارض هذا يعني يقدم نفسه كبديل صحيح أكثر من السلطة الموجودة أو الحكومة الموجودة. هذا هو المعارض. المعارض هو الذي يقول أنا أريد أن أصحح ما أخطأت أو ما تخطئ به. لدي برنامج إصلاحي، لدي برنامج تعليمي، اقتصادي، اجتماعي، علمي، يعني تطور من أجل تطور المجتمع. ولكن للأسف لم نرى من هذه المعارضات وهذه المنصات بمختلفها على للأسف أي برنامج. أنا لم أقرأ أي برنامج، وعرضته وسألتهم أكثر من مرة وفي مؤتمرات صحفية، أعطونا برنامج معارضة حقيقي من أجل تطوير الدولة السورية، وتفضلوا إلى الحكم وتفضلوا خلينا نكون معكم. يعني لم نلقى حتى إجابة على هذه الأسئلة. نعم، أعود إليك أستاذ نعيم. بداية، هل لديك تعقيب؟ طبعا أول شيء أنا بشكره، يعني متوافق معه بكل شيء قاله، بس أنا يعني هو كان معارض سياسي لمصلحة سوريا. يعني بيقول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. سوريا بتضل بلد الجميع، سواء كان معارض صح وطني أو مواطن عايش بسوريا، بلدنا كلياتنا. وفعلا يعني هن يتخلوا بس عن التمويل، بس يسافروا على حسابهم، بس يدفعوا من جيبتهم ويوفروا هالأوتيلات ويرجعوا على بلدهم. وشوفي شلون أن سوريا بتستقبلهم بالأحضان، كل واحد بيرجع لحضن الوطن، بس بشرط يتخلى عن الدول اللي عم تحقق مصالحها، اللاعبين الإقليميين والدوليين. اللي عملوه اليوم بجنيف وفد الرياض هو عبارة عن إحباط لمحاولات يعني عم تبذلها روسيا الصديقة وإخوتنا الإيرانيين لتحقيق السلام بالإقليم، ليس فقط في سوريا. واضح تماما الاستهداف، من المستهدف بهذه العملية. بحب بس ضيف كمال كلمة لأخي وصديقي، بأن سوريا منذ فجر الاستقلال تنطلق من مبدأ المواطنة، وعندنا ما نسميه المواطن بغض النظر عن المكون، سواء كان المكون العرقي أو المكون الثقافي أو المكون الاجتماعي. لأن المكون العرقي كلياتنا أخوة، إن كنا آشوريين أو أكراد أو عرب أو تركمان أو أرمن، نحن كلياتنا أولاد سوريا، نعتز بهويتنا السورية، نعتز بمواطنتنا، نحن نعلي المصلحة العليا فمنقول عنا وطني. يعني عندما نقول عن إنسان بأنه وطني، عندما يعلي مصلحة الوطن مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية. الشعب السوري هذه إحدى صفاته بكل سوريا، لأخوتنا بجزء من المكون السوري. للأسف ما كنا نستخدم هذه الكلمات. أخوتنا الأكراد مواطنين سوريين مثلهم مثلي، نفس الشيء دوافعهم قد يكون في فئة صغيرة، كان من يعني حزب واحد من أصل 13 حزب كردي. هي توضيح للأخوة المشاهدين، يعني 12 حزب من أصل 13 يؤمنوا بوحدة سوريا وبسيادة سوريا وبأن تبقى دولة موحدة، فئة بسيطة جدا التي تتكلم بالفيدرالية وغير الفيدرالية. نحن بسوريا طبقنا قانون الإدارة المحلية من عام 1973 وما قبل، طبقنا نظام متطور بالإدارة المحلية. هذا القانون ممكن نطوره بشكل نحقق يعني رغبات أي مواطن سوري بأي منطقة من الأرض السورية، من البقعة السورية كلياتها. أكيد كلياتنا يعني نتمنى الخير لبلدنا، وحتى المعارضين الوطنيين اللي حتى في برا في منهم الناس شرفاء، ما كلهم سيئين. ما ممكن نقول انه والله كل واحد معارض برا هو سيء، لا، فيهم شرفاء، فيهم ناس حاملين هم الوطن. كل مين بيحمل هم الوطن بصدق واخلاص وما له مرتبط باجنده هو اخي. لو مختلف انا وياه بالراي، يعني مثل ما يقول جان بول سارتر، انه قد اخالفك بالراي ولكن قد ادفع حياتي ثمنا كي تدافع عن نفسك. من حقك تحكي ومن حقي يناقشك ومن حقي يتحاور انا وياك ضمن الاطر الشرعيه، ضمن برلماننا، ضمن ان يكون مرتهن. نعم. للخارج، بشرط ان لا يكون مرتهن. نعم. اعود اليك دكتور نزار، هل يمكن ان تعقد الجوله المقبله من حوار جنيف في الشهر الحالي؟ من المتوقع ان تعقد في اواخر الشهر الحالي، وهل ذلك مرتبط بنتائج اجتماع السنه المرتقب في 14 من الجاري؟ طبعا بكل تاكيد ان اجتماع السنه سوف يكون مؤسس لجنيف 5،
ولكن هنا يعني لننتظر ماذا سوف يخرج المجتمعون به في اجتماع أستانا، رغم أن يعني الجهود الروسية طبعا والجهود الإيرانية والسورية أعتقد تصب في مصلحة الشعب السوري وتريد تخليص الشعب السوري وإيقاف حمام الدم الذي تعب منه، بل يعني كان كارثة على الشعب السوري. ولكن أيضا دائما نحن نتحدث في أمر مهم جدا، أن التركيز على محاربة الإرهاب إن كان في أستانا أو كان في جنيف خمسة سوف يكون له الأهمية الأولى والأولوية في كل يعني البنود، لأنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال القيام بعمل سياسي بدون إجماع كل المجتمعين في أستانا أو في جنيف على محاربة الإرهاب. كيف لنا أن نستطيع أن نعمل عمل أو نعمل عمل سياسي في مثلا الرقة؟ كيف يمكن لنا أن نتحدث عن عمل سياسي في إدلب وفي ريف إدلب؟ كيف يمكن أن نتحدث عن عمل سياسي في قسم من دير الزور وهناك إرهاب يسيطر على هذه المناطق؟ إذا لا يمكن إجراء أي عمل سياسي بدون القضاء على الإرهاب، أو بالأحرى أقل ما يمكن إجماع جميع المجتمعين على محاربة الإرهاب. ويعني تفضلوا، هذا أولا. أريد أيضا أن أنوه إلى أمر مهم جدا، وهو أنه لماذا هذه الجماعات المسلحة التي وقعت على اجتماع أستانا اثنين وعلى توافقات أستانا ممكن أن نقول، لماذا لم تنضم إلى محاربة الإرهاب مع الجيش السوري فرضا؟ فليكن سلاحها معها وتفضلوا مثلا لنحارب الإرهاب. يعني لا تريد حتى أن يعني تشجب هذه المعارضات يعني المسلحة وغير المسلحة، لا تريد أن تشجب حتى عمليات إرهابية. إذن هي عبارة عن أجندات، وهي عبارة عن بذور زرعها الأمريكيون وزرعها السعوديون وزرع الأتراك وغيرهم في الأرض السورية من أجل تفكيك وتدمير البلد السوري، الوطن السوري. فلذلك هنا سوف يكون الأمر في أستانا، أو البند المهم في أستانا، أنه إذا توافقنا على محاربة الإرهاب سوف نستمر في العمل فيما بعد، وأستانا سوف يكون المؤسس لجنيف خمسة. ولكن لا نستطيع أن نقول هل سوف يتأجل جنيف خمسة أم سوف يكون في موعده آخر هذا الشهر. أعتقد باعتقادي أنه لن يستطيعون أن يجتمعوا في آخر الشهر، ربما يمكن التأجيل يعني أسبوعين أو أسبوع. نعم، سوف أعود إلى موضوع اجتماع أستانا المقرر في 14 من الجاري ومصير هذا الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بالتركي، لكن أبقى في ذات النقطة. هل توافق دكتور نزار فيما يتعلق بعدم إمكانية أن يعقد حوار جنيف في نهاية الجاري؟ نحن ما زلنا بالجنيف 4، يعني لن يكون هلأ بهذه المرحلة ما يسمى جنيف 5. جنيف 4 هو كان بمعطيات جديدة على الأرض، بتقدم ميداني واضح تماما للجيش العربي السوري، بأشخاص مختلفين، دخلت منصتين جدد إلى الحوار، هذا ما كنا شايفينه بجنيف 3 اللي تنبأنا له بالفشل منذ البداية. أنا برأيي جنيف 4 هذه بدايته، لكن موضوع أستانا موضوع مهم جدا، خاصة أنه القرار 2336 الصادر عن مجلس الأمن اعتبره جزء مهم من العملية السياسية التي تقودها سوريا، وهو خطوة هامة يتم القيام بها قبل استئناف كما يسميها القرار دول المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. يعني الاجتماع اللي حيكون بأستانا اجتماع مهم جدا، لأنه حيرتبط في الجولة الثانية من جنيف 4، على ضوءها أكيد حيكون السلة الوحيدة التي ستطرح هي سلة الإرهاب. وفعلا حتكون هون انتصار كامل للدولة السورية وللوفد السوري ونجاح كامل، لأنه سيكون هو الموضوع الأهم. أنا ما بيهمني الأشخاص اللي مرتبطين بأجندات، قد ما بيهمني الأشخاص هذين أيضا مرتبطين لكن حاملين سلاح، يجب أن توجه بندقيتهم
مع الجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب. يجب أن يكونوا أيضا على وعي تام، أي سوري حمل السلاح ضد دولته فهو إرهابي، لكن ممكن أن يتدارك هذا الخطأ بأن يعود إلى حضن الوطن، أن يعود إلى صفوف الجيش العربي السوري ليطهر الأرض العربية السورية. جنيف سيجتمع، أنا ما بتصور أنه ما حيكون في لقاء، لا حيكون في لقاء بنهاية الشهر، لكن لقاء أستانا سيعول عليه باللقاء المقبل. نعم. بالجزء الآخر من جنيف. هل فعلا يمكن تعويل على اجتماع أستانا المقبل دكتور نزار، خاصة فيما يتعلق هنا بالتركي؟ في الاجتماع الأخير لأستانا، الاجتماع الثاني بطبيعة الحال أتحدث عنه، لم يخرج بنتائج. ماذا عن الاجتماع المقبل المقرر في 14 من الجاري؟ أي نتائج سيفضي إليها؟ ماذا عن التركي الذي تراجع عن تفاهماته مع الروسي والإيراني تناغما مع توجهات ترامب؟ نعم، أعتقد أن هناك يعني جهود كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية لإفشال، بصراحة لإفشال اجتماع أستانا، ولكن هل تستطيع من خلال، طبعا من خلال الطرف التركي، ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن إفشال أستانا أم لا؟ لأن هناك أمر واقع على الأرض السورية، إن كان كما قال يعني ضيفكم كريم تحقيق الجيش السوري لانتصارات كبيرة على الأرض على كافة الجغرافيا السورية، هناك أمر واقع في حقيقة الأمر. هذا أولا. ثانيا، التركي أيضا سوف يخضع للأمر الواقع، وخاصة أنه يعني إذا لم يلتزم، إذا سوف لن يلتزم، خاصة هنا دكتور نزار فيما يتعلق بالميدان، يعني نتحدث عن تقدم هام جدا الجيش العربي السوري في ريف حلب الشرقي، وهذا التقدم يقطع الطريق على تركي وما يخطط له باتجاه عمليات مستقبلية باتجاه الرقة. نعم، هذا ما أردت أن أقوله. يعني هنا يعني نجاح أستانا أو محاولة التركي إفشال أستانا أو عدم الالتزام، بالأحرى عدم الالتزام بما اتفق عليه في أستانا 2، والآن في أستانا 3 سوف يتم يعني التوافق على ما اتفق عليه، والاستمرار في المباحثات حول يعني ما هو موجود على الأرض. بالنسبة على الأرض هنا كل ذلك يتعلق بتقدم الجيش السوري ومؤازرة القوى الفضائية والجوية الروسية للجيش السوري، وهذا الآن يحدث وبقوة، إن كان كما رأينا على شاشتكم في غرب حلب واستعادة لكثير من القرى والمناطق من قبل الجيش السوري. نعم. بالإضافة إلى تدمر وما بعد تدمر، بالإضافة إلى ريف دمشق وإلى ما هنالك، أعتقد أنهم يعني الأتراك سوف يتلقون رسائل كثيرة من أولا من الإدارة الأمريكية، من إدارة ترامب التي تريد أن تعطل أستانا ولا تريد نجاحها، لأن نجاح أستانا يعني نجاح الدبلوماسية الروسية. والآن من جديد بدأ الاصطدام بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين روسيا، ولكن أعتقد أن روسيا لن تتراجع ولا لخطوة واحدة في سوريا أقول، وخاصة فيما يخص محاربة الإرهاب، وسوف تبعد ربما تركيا طبعا بطريقة براغماتية ودبلوماسية عن كثير من المواقع. نعم. أفهم منك والمواقع في الداخل، عفوا في شمال حلب وفي حتى أستانا سوف تضعها أمام أمرها. نعم، أفهم منك فيما يتعلق بالعلاقة بين موسكو وواشنطن بأن الأمور ذاهبة باتجاه صدام وليس تعاون في المرحلة المقبلة؟ هناك تصعيد كبير بالمناسبة، هناك تصعيد كبير، وهناك يعني حزب الحرب في البنتاغون وفي الإدارة الأمريكية الجديدة للأسف الآن هو الذي يعني يأخذ الكلمة ويأخذ القرارات، وهو الذي يتخذ القرارات ضد روسيا، رغم أن يعني ما قاله ترامب سابقا كثير أن روسيا تعد دولة صديقة ولا يمكن، أو بالأحرى ليست خصما، يعني بالأحرى ليست خصما، وسوف يتعاون معها في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش، والآن يتراجع عن كل هذه التصريحات السابقة، يتراجع عن صراع داخل الإدارة الأمريكية. نعم، هناك تصعيد كبير في حقيقة الأمر، يعني هذا ليس سرا الآن.
نعم، لكن كيف ستذهب الأمور؟ طبعا سوف أعود إلى هذه النقطة لأنها هامة جدا ما يتعلق بين في العلاقة بين موسكو وواشنطن، لكن الميدان والحصر في الميدان سواء استعادة مدينة تدمر أو تقدم في ريف حلب الشرقي، هذا الزخم في الميدان هل سوف يعطي دفعا للعملية السياسية في المرحلة المقبلة أستاذ نعيم؟ يعني نحن دائما بنقول العبرة للميدان. نعم. شو عم يصير بالميدان هو بينعكس على السياسة. نعم. يعني ما خلينا ناخذها بأبحاث اللي بنعملها عن المباحثات أو المفاوضات، بنقول القوة أنا شو قادر حقق بالميدان بقدر حقق بالسياسة، يعني العبرة للميدان. النقطة الثانية، يعني الجيش العربي السوري بشمال سوريا بعث رسائل متعددة للأتراك، طائرة عسكرية يكفي أن تخرج وتحلق فوق منطقة منبج أو على تلك المنطقة هي رسالة. الرقة لن يحررها إلا الجيش العربي السوري، لا القوات المدعومة من أمريكا ولا القوات المدعومة من تركيا، لن يحرر الرقة إلا الجيش العربي السوري. هو الذي يعني قطع الطريق الآن ومهد الطريق للرقة، مهد الطريق للجزيرة لدير الزور لفك الحصار عن أهلنا بدير الزور. الجيش عم يمشي بخطط عسكرية دقيقة جدا وعم ينفذها، يعني ما صار عنا فشل بالخطط اللي عم يضعها. أنا دائما بقول في الفرق ما بين الاستراتيجية وما بين التكتيك، يعني في خطة استراتيجية موضوعة محددة، لكن أنا التكتيك قد أتقدم أتراجع، هذا نوع من التكتيك العسكري بيدرسوه بالكليات الحربية العسكرية يعني بالأكاديميات. فبالتالي الجيش العربي السوري ماشي ضمن مخطط واضح بالنسبة له، بيعرف شو هدفه، بيعرف لوين بده يتجه، بيتركها دائما مفاجأة للطرف الآخر، يعني ربما تكون عينه على مكان ويذهب إلى مكان آخر. فبالتالي هذه كلها رسائل للدولة التركية ولأردوغان بالذات، أنه أحلامك وطموحاتك في الشمال السوري لن تستطيع تحقيقها ولا بشكل. يعني حتى المناطق اللي عم يحكي عنها الآمنة، هذه المناطق بدها قرار من مجلس الأمن، يعني بتمسك بالمادة 70 من البروتوكول الملحق أول باتفاقيات جنيف، هذا يتعلق بالحرب ما بين دول، لكن شأن داخلي بدنا نرجع للبروتوكول الملحق الثاني باتفاقيات جنيف 22 مادة. ما في شيء اسمه مناطق آمنة داخل أي نوع من أنواع الصراع أو النزاع داخل أقليم أي دولة طرف عضوة في الأمم المتحدة. إذا كان دولة بدها تعمل منطقة آمنة بدها قرار دولي من المجتمع الدولي، وهذا في فيتو، هذا واحد. اثنين، ما في شيء اسمه مناطق آمنة بالصراع الذي ليس له طابع دولي. إذا كنا نحن طالما أنه أصدقائنا الروس دولة قانون وملتزمة بالقانون الدولي، لن يمر أي قرار مخالف للقانون الدولي. العهد السابق بعد سقوط جدار برلين ب79 واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة الأمم المتحدة وإعطائها القرارات من البيت الأبيض انتهى إلى غير رجعة. نعم. اليوم بلش يصير في نوع من التوازن بالعلاقات الدولية. الصراع يلي دائما بالمنطقة هو الصراع الغاز، من سيتربع على عرش الغاز؟ لن تستسلم روسيا لأمريكا ولن ترضى أمريكا أن تبقى روسيا وحدها، لذلك لابد من التفاهم ما بين القطبين بمناخ دولي. هذا الموضوع الصراع اللي صاير. ترامب جاب صقور الجمهوريين إلى البيت الأبيض. أنا ما بتفاجأ منه لأنه هو بالأساس عم يقلنا تعوا شوفوا أمريكا بدون مكياج، حاجة تشوفوا المكياج اللي كنتوا تشوفوه، نحنا هيك جماعة ما بيهمهم غير مصالحهم الشخصية، عقلية التاجر بفكر بالربح والخسارة. ما بتفاجأ من ترامب شو ما تصرف أنا، لأنه تاجر بيفكر بالتجارة بالربح والخسارة، لكونه عم يفرجيني أمريكا على حقيقتها، ما له مضطر يحط باروكة أو يحط مكياج ويضحك عليه، عم يفرجيني هاي أمريكا وروسيا عارفان شو أمريكا. لكن كيف ستكون استراتيجية ترامب تجاه ملفات المنطقة وبخاصة تحدث عن ملف السوري؟ هلأ للأسف أنه هو أكيد داعش تعرفي هي صريعة، لأن شاهدنا ترامب يصعد مع طهران وبطبيعة الحال ذلك سوف ينعكس توتر على كامل المنطقة. تصعيد مع طهران تصعيد سياسي، السبب أنه 5+1 الاتفاق اللي تم بلوزان أو اتفاق ليلة القدر ثم القرار الدولي برفع العقوبات عن إيران، هذا قرار دولي. أمريكا ممكن تفرغ القرار بالنسبة إلها يعني للداخل الأمريكي، بس ما بتقدر تفرضه على الاتحاد الأوروبي، ما ممكن تفرضه على منظمة حظر الأسلحة النووية، يعني هذه المنظمة يعني كانت مشتركة. هذا تصعيد سياسي، أنا برأيي تصعيد إعلامي، لكن بالنهاية
إيران لاعب دولي، لم تعد يعني دخلت حتى النادي النووي، دخلته بشكل مشروع، هي تبحث عن الطاقة النووية للأغراض السلمية وهذا حق مشروع. فبالتالي قد ما صعد بالإعلام بمواجهة إيران تصعيد إعلامي، إيران أخوتنا الإيرانيين بصدق من أخوة إلنا، وأصدقائنا الروس يسعون إلى تطبيق القانون الدولي، حريصين عم يبذلوا جهود كبيرة حتى على الملف السوري. وإذا صار اجتماع بأستانا فالدور الكبير الذي تم باللقاءين السابقين لأصدقائنا الروس ولإخوتنا الإيرانيين، هن اللي عم يستميلوا الجانب التركي، الجانب التركي. لكن هل بالإمكان فعلا الخروج بنتائج من اجتماع أستانا المقبل؟ فيما يتعلق أتحدث عن تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية، لأن هذا الاتفاق شهد خروقات كثيرة من التنظيمات الإرهابية في الفترة الماضية، وتصعيد إرهابي قذائف الهاون على دمشق، على حلب، في أكثر من منطقة تصعيد إرهابي، وبطبيعة الحال أتحدث عن تركيا هنا لم يلتزم. عظيم. الكارتيل اللي هو وقف الأعمال القتالية دائما بيكون فيه خروقات، يعني لا يمكن يكون وقف أعمال قتالية بالمية مية، لأنه أنت عندك اليوم بسوريا عندك مئات الميليشيات، هدول العصابات اللي بتسميات متعددة بغاية واحدة، يعني لو غيروا ألوانهم وأسماءهم لكن هلون غاية واحدة، هن عم يخدموا أجندات معينة، فبالتالي ما بتقدري تسيطري على كل الأجندات، هناك دول متعددة. يعني مثل ما قال سعادة السفير السوري الدكتور بشار بالقناة الفرنسية 24، أنا نفس الخبر سمعته وسمعته بالعربي، أنا لست خريج أدب فرنسي يعني لا أتقن فرنسية مثل الدكتور بشار أكيد، أنا سمعته نفس الخبر. الإرهابيين مرة بسمون جهاديين مرة بسمون، هدول لا يمكن يمون عليهم حدا، لكن في فريق مجموعة كبيرة من حملة السلاح خاصة السوريين يلي ما بيعتمدوا على المرتزقة راحوا على أستانا، وهدول ممكن استميالهم يعني اللي تغرر فيه ودخل بتنظيمات واجت هاي الفئات. لكن من يتحكم بهؤلاء الإرهابيين من يدعمهم؟ هنا تحدث عن التركي ومن يمول، من يمولهم والتركي بطبيعة الحال. نعم الأتراك عم يحاول الجانب الروسي هذا المحور بطبيعة الحال. عم يحاول استميالهم، يعني الجانب الروسي عم يحاول استميالهم، هن عم يبحثوا انه اي مشروع من مشاريع الغاز الثلاثه هن حيستفيدوا، فبتلاقيهم المتون الجانب التركي بالسياسه تبعه. مره بتلاقي عم يحاول مع ايران، مره مع روسيا، مره مع قطر يلي هي مشروع الغاز بده يطلع من ارضها، فبالتالي متلونين. لكن الجانب الروسي بحنكته ودبلوماسيته استطاع انه يجيبه الى استانا، وقادر لسه يجيبه. يعني أنا أثق تماما بالدبلوماسية الروسية وبحنكة الروس وذكائهم وجلدهم وصبرهم بالعمل السياسي. لكن هنا نتحدث عن مراوغة تركية مستمرة. دكتور نزار، فيما يتعلق بما تحدثت به قبل قليل قلت الأمور ذاهبة إلى صدام بين موسكو وواشنطن وإلى توتر في العلاقة بينهما، هذا الصدام بين موسكو وواشنطن الذي تتوقع أن يكون هل سينعكس تصعيدا في سوريا؟ لا، أنا قلت هناك تصعيد وتوتر سوف يكون، أما استدام طبعا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك استدام، ربما استدام سياسي نعم، أما استدام عسكري فهذا لا. أتحدث عن الصدام السياسي بطبيعة الحال. السياسي أصلا موجود، يعني على كل حال موجود الصدام السياسي في كل المحافل الدولية، وبالأمس من مدة في يعني مجلس الأمن كان الصدام كبير، من الذي قدم مشروع قرار لمعاقبة سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وطبعا ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لما قدموا هذا المشروع. إذن هذا بحد ذاته اصطدام، واصطدام أعتقد كبير جدا، وخرج البيتو ليس من مجلس الأمن بل خرج من الكرملين بالمناسبة، عندما صرح قبل ساعات أو قبل يوم على ما أظن الرئيس بوتين وقال لن نوافق على أي عقوبات على سوريا، يعني أعطاهم البيتو من موسكو مباشرة. إذن هذا دليل على أنه لا يمكن أن تتراجع روسيا إلى الوراء ولا خطوة ولا واحدة، ولكن روسيا تعرف كيف تتعامل بالسياسة، لديها صبر كبير، وطبعا الدب الروسي معروف ببرودة أعصابه في السياسة وفي حتى بالسياسة، ولكن لا يمكن له أن يخسر حربا، هذا أمر يعني مفروغ منه أيضا. وهنا الغرب كله يعرف ذلك،
والحرب العالمية الثانية أعطاهم دروسا كبيرة في الانتصارات وفي الحرب وعلى الجبهات وفي المعارك الجندي الروسي. والآن اليوم يعني فعلا أدخل لقلوبنا السعادة عندما رأينا الجندي الروسي والجندي السوري في تدمر يد بيد في ملاحقة الإرهاب. وهذا شيء يعني أيضا هذه رسالة للعالم كله على أننا نحن هنا نلاحق الإرهاب في سوريا مع الجيش السوري، وسوف ندعم ونبقى ندعم الجيش السوري إلى أن نحقق هدفنا الذي دخلنا من أجله، وهو الحفاظ على الدولة السورية كدولة واحدة، على مساعدة الجيش السوري وعلى محاربة الإرهاب. هذه ثلاث أهداف دخل من أجلها الروسي إلى سوريا، طبعا بشكل شرعي وبالدعم من الرئيس السوري بشار الأسد. إذن هنا لا الولايات المتحدة الأمريكية تعرف كل هذا الكلام، وتعرف أن الروسي لن يتراجع في سوريا، ولكن ربما هناك اصطدام كما قلنا طبعا على الأرض السورية، اصطدام عسكري لن يكون، ولكن في المحافل الدولية المعركة السياسية موجودة، وحامية الوطيس أقولها حتى حامية الوطيس، لأن التصعيد الأمريكي الآن أيضا كبير جدا، ولكن هناك أيضا يعني تصعيد سوف يكون هناك مجابهة كبيرة أو من أجل إيقاف هذا التصعيد من قبل الدبلوماسية الروسية ومن قبل الجيش الروسي. وهل تبقى مسألة التعاون بين موسكو وواشنطن في مكافحة الإرهاب معلقة في ظل رفض قوى داخل الولايات المتحدة لأن يتم هذا التعاون بين الطرفين، خاصة ما دعت إليه روسيا مرارا وهو إنشاء جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب بعيدا عن الاستثمار الغربي به؟ نعم، دعيني أتحدث عن أمر مهم جدا. لماذا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع روسيا أو التعاون مع روسيا في محاربة الإرهاب؟ هناك أمر مهم، وهو أنه روسيا هي الموجودة على أرض الواقع في سوريا، وهي التي تحقق الانتصار تلو الانتصار مع الجيش السوري في محاربة الإرهاب. وهذه نقاط يعني بصراحة الغرب يعتبر هذه نقاط لصالح روسيا، نقاط على مستوى العالم، على مستوى المجتمع الدولي، هي ترفع من قيمة روسيا بشكل كبير جدا. يعني هذه الحقيقة. وهنا تريد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تخفق روسيا في محاربة الإرهاب، تريد أن تعيق التقدم الروسي والجيش السوري في محاربة الإرهاب في سوريا، أي أنها سوف تبقى تدعم الإرهابيين كان من داعش أو جبهة النصرة وغيرها من العصابات الإرهابية الموجودة على الأرض السورية من أجل إعاقة تقدم الجيش السوري ومن أجل إعاقة الجيش الروسي طبعا موجود على الأرض السورية شئنا أم أبينا. على كل حال هذه الأمور، ولكن هل سوف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار بذلك؟ هذا سؤال أعتقد سوف يجيب عليه الزمن المقبل. نعم، أنقل هذه الفكرة إليك أستاذ نعيم. مصير ملف مكافحة الإرهاب في ظل عدم الوضوح من قبل الإدارة الأمريكية، نعلم الإدارة الأمريكية تستثمر بالإرهاب، تحدث عن إدارة أوباما والإدارات السابقة أيضا مع إدارة ترامب، هو صرح في حملته الانتخابية قال يريد أن يركز على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، لكن على الأرض لا شيء تغير، هذا الاستثمار في الإرهاب مستمر. قبل أيام تحدث الحشد الشعبي عن دعم الولايات المتحدة لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بالتحديد في منطقة تل عفر. يعني بالبداية داعش وجبهة النصرة هناك قرارات دولية باعتبارهم تنظيم إرهابي، خاصة حتى فيما يتعلق بالنصرة روسيا قالت بأن إدارة أوباما حتى آخر لحظة تسترت على جبهة النصرة الإرهابية. يعني حتى إذا ترجع إلى كتاب كلينتون في اعتراف كامل أنه هن من كانوا أوجدوا هذا التنظيم المسمى بتنظيم داعش. يعني نحن نلاحظ المرحلة السابقة الإدارة الأمريكية التي رحلت عن البيت الأبيض أنه لم يستطيع أن ينفذ أي اتفاق مع الروسي ما يتعلق بكافحة الإرهاب كوجود غرف عمليات مشتركة. يعني أنا تماما بذكر المرحلة قبل أشهر بأنه غرفة عمليات مشتركة وإعطاء الأمر العملياتي للقوات الروسية مع الأمريكية هذا أمر يرفضه جنرالات الجيش. هؤلاء الجنرالات الآن في البيت الأبيض، هؤلاء الصقور هم في البيت الأبيض الذين رفضوا التعاون أيام الرئيس أوباما
مع الجانب الروسي على مكافحة الإرهاب بغرف عمليات مشتركة، باعتبار بأن الأمر العملياتي لا يعطى لأحد ولا يسمح حتى لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يتدخل في الأمر العملياتي. فلن يكون هناك تعاون، بالعكس تماما، ستبقى الإدارة الأمريكية كما هي. وكما قلت قبل شوي يعني قبل قليل أنه عم يفرجون الأمريكان وجههم الحقيقي، هم يدعمون الإرهاب، يستثمرون بالإرهاب، يريدون معامل الأسلحة، اللوب الأسلحة من أول لوب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل اللوب الصهيوني. يهمه أن يشعل مناطق كثيرة في العالم، ويهمه أن يتم بيع السلاح بمئات المليارات. وللأسف بعض الدول العربية اشترت بس بنهاية العام الماضي ب 140 مليار سلاح، فعم يحققون غايتهم. إذا انتهى الموضوع في سوريا، استطاعنا إن شاء الله خلال فترة قريبة سيشعلوا منطقة أخرى في العالم. لن يتركوا العالم يهدأ، هكذا سياسة الإدارات الأمريكية، ولم تنسجم مع أحد تبحث عن مصالحها الاقتصادية. نعم دكتور نزار، في المرحلة المقبلة هذا الزخم اليوم في الميدان وهذه الإنجازات كيف ستنعكس على الاستحقاقات المقبلة سواء في أستنا أو حتى على محادثات جنيف إن عقدت في الموعد الذي تم الحديث عنه وهو أواخر الشهر الحالي؟ بحقيقة الأمر إن المشكلة السورية الآن، في المشكلة السورية من يصنع السياسي هو الميدان، ومن يوجد الحلول على الأرض السورية هو الجيش السوري، ومن يتحدث عن أن الحل هو سياسي، الحل هو سياسي، أعتقد أنه واهم. الحل الآن ضد الإرهابيين، أنا أقول ضد الإرهاب، هو حل عسكري، ولا يمكن التراجع عن هذا الحل على الإطلاق. ولكن يجب علينا أن نتحدث في العمل السياسي والعمل العسكري معا، يعني بشكل متوازي. لا يمكن أن نهمل العمل السياسي ولا يمكن أن نهمل العمل العسكري، ولكن العمل العسكري هو الذي سوف ينعكس على العمل السياسي، إن كان في أستنا وإن كان في جنيف. فطالما هذه الانتصارات يعني التي حققها ويحققها وسوف يستمر يحقق هذه الانتصارات الجيش السوري على الإرهاب في سوريا، أعتقد سوف تنعكس بشكل إيجابي على طاولة المحادثات في أستنا، وربما ترغم الكثير من المعارضات ومن المسلحين للانضمام إلى يعني عملية وقف الأعمال القتالية. ربما يمكن أن أقول أن ننتظر يعني من المجموعات المسلحة ربما تنضم في نهاية الموضوع أو في نهاية الأمر إلى العمل مع الجيش السوري من أجل محاربة الإرهاب. طبعا كل شيء هذه الاحتمالات موجودة على الأرض وتعمل عليها القيادة الروسية العسكرية بالإضافة إلى القيادة العسكرية والسياسية السورية على الأرض. أعتقد هذا المسار موجود وكلهم يعملون من أجله. طبعا كلهم أنا أقول طبعا القيادة السياسية والعسكرية السورية والقيادة السياسية والعسكرية الروسية، وربما يعني سوف يستطيعون تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المسار. وإن استطعنا أن نحقق هذا النجاح نكون يعني خطونا خطوة كبيرة جدا في حل المشكلة السورية، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الدعم السعودي بالمال للجماعات المسلحة. ولكن على هذا المنوال أو على هذا المسار تعمل هذه القيادات في سوريا وروسيا. نعم أشكركم جزيل شكر ضيوفنا الكرام، الدكتور نزار بوش المختص بالشأن الروسي كنت معنا عبر خدمة سكايب من موسكو، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لك أستاذ نعيم أقبيق الباحث في القانون الدولي الإنساني، شكرا جزيلا لك، كل الشكر لكم مشاهدي الأخبارية السورية أينما كنتم، إلى اللقاء.